بسم الله الرحمن الرحيم. في اصدار تجريبي نزل لنظام الاي او اس اللي هو اللي يحمل الرقم الاي او اس 16.1. فلو رحنا الاعدادات الان دخلنا على عام وبعدين حول وبعدين الاصدار، فبنلاحظ هذا الاصدار. اتوقع انه راح ينزل في منتصف الشهر القادم، يعني اتوقع خلال اسبوعين، مع صدور نظام الايباد او اس 16 وايضا نظام الماك الجديد، وايضا احتمال انه ابل تعلن عن ايبادات جديده. طبعا هذا التحديث اضافت فيه ابل 11 ميزه جديده، فزي ما ذكرت هو غير متوفر حتى الان، متوفر كاصدار تجريبي، لكن انصح باستخدامه لانه افضل من الاصدار الحالي بكثير، بالاضافه الى المميزات اللي راح انا اذكرها. فقبل ندخل في التفاصيل اتمنى انكم تعطوا لايك لهذا الفيديو وايضا تشتركون بالقناه. اول ميزه اضافوها واللي انا كنت مهتم فيها اللي هي نسبه البطاريه في كل الاجهزه اللي فيها الناتش. فالان لو جينا رحنا هذا الجهاز بالمناسبه ايفون 10R، اضافوها ايضا للايفون ميني 12 و13، فالان البطاريه النسبه المئويه للبطاريه الان موجوده في كل الاجهزه، فتقدر انك تفعلها او تلغيها، فلما تفعلها فراح تظهر النسبه المئويه. الميزه الثانيه انه الان لما البطاريه تنقص فراح تتغير المؤشر تبع البطاريه، فراح يبدا يتناقص معك ويتغير مع نقص نسبه البطاريه. فالسابق كانت ثابتة، يعني البطارية مثلا على نسبة 50 نفس المؤشر لو كانت 100%، لكن الآن تتغير مع تناقص الشحن. الحاجة الثالثة وهي خاصة بأمريكا، فلو غيرت المنطقة لأمريكا وبعدين دخلت على صحة البطارية والشحن، فأضافوا ميزة الشحن باستخدام الطاقة النظيفة، فالآيفون يقلل من شحنه عشان يقلل من انبعاثات الهواء وغيرها. هذه الميزة ما متوفرة عندنا، متوفرة فقط في أمريكا. ايضا من الاشياء اللي غيروها انه الان لما انت تيجي تروح الى شاشه القفل الان وتيجي تستمر بالضغط عشان تغيرها، فالان لما تيجي تضغط تخصيص فعلى طول راح يعطيك انك انت تبغى تخصص شاشه القفل او الشاشه الرئيسيه. في السابق كان تخصص شاشه القفل وبعدين لما تيجي تطلع يقول لك تبغى تغير الشاشه الرئيسيه، الان تقدر تتحكم وتغير الشاشه الرئيسيه على طول بدون انك انت تدخل في تفاصيل شاشه القفل. ايضا من الاشياء اللي غيروها انه الان لما تيجي تدخل على الاعدادات ايضا وبعدين تختار خلفيه الشاشه، فالان راح يستعرض لك كل الشاشات المختلفه اللي موجوده عندك، وتقدر تختار تعيين على انها حاليه، فتقدر انك تشوفها كلها وتختار ما بينها. في السابق كانت ما هي موجوده الميزه هذه، وتقدر انك انت لو رحت الى اقصى اليسار انك تختار اضافه خلفيه جديده، وايضا تقدر انك انت تضيف، لكن الان تقدر تستعرض كل الشاشات الموجوده عندك بطريقه اسهل من السابق. الميزه السادسه، كل الناس كانوا يشتكون انهم على سبيل المثال لما يجون ينسخون مثلا هنا السفاري مثلا بنسخ الرابط هذا، فنسخ الان لما اجي مثلا اروح للملاحظات واكتب ملاحظه جديده وبعمل لصق، ففي السابق كان مثلا يعطيك المؤشر اللي هو السماح باللصق، فكانت يعني تظهر بشكل متكرر ومزعج. الان مجرد انك انت تسمح له مره فراح يختفي الاشعارات لفتره وبعدين يرجع يذكرك يقول لك هل تسمح باللصق ولا لا. فهذه من المميزات اللي اضافوها واللي كانت مضايقه الكثير من الناس. الميزه السابعه انهم اضافوا مكتبه الصور، فلو دخلت الان على الاعدادات وبعدين جيت نزلت تحت واخترت الصور، فالان فيه المكتبه المشتركه، فتقدر انك تفعلها وراح يبدا يقول لك اذا انت تبغى تفعلها في يعني هل تبغى انه اي صوره تاخذها تروح المكتبه المشتركه، يعني في اعدادات راح تمشي عليها واضحه وبسيطه. لكن بعد ما تحدد كل شيء، فالان لما تيجي ترجع مثلا تدخل على اي صوره مثل هذه الصوره، مجرد انك انت تضغط عليها فالان راح يظهر لك هنا الايقونه الجديده هذه، مجرد تضغط عليها فتقدر تنقلها الى المكتبه المشتركه، بمعنى انك لو جيت صورت صوره تقدر تنقلها الى مكتبه الصور. مشاركه الصور بالطريقه هذه ما اتوقع انها مشهوره عندنا في العالم العربي، يمكن برا يستخدمونها كثير، لكن هنا لو انت حتى سافرت مع ناس ممكن تسوي لكم جروب، لكن ميزه هذه انك انت الصور راح يشاركونها بجودتها الاصليه. لكن الان ميزه مكتبه الصور او مشاركه مكتبه الصور موجوده، وتقدر انك تفعلها وتقدر تتحكم فيها بطريقه سهله اسهل من السابق. وايضا من المميزات اللي اضافوها انه ميزه اللايف اكتيفيتيز، فمثلا على سبيل المثال لو كنت تتابع مباراه وهي موجوده في تطبيق الاخبار، لو كنت انت مغير ايضا المنطقه الى امريكا فهي متوفره عندنا، فكنت تتابع فريق والفريق الان يلعب مباراه، فراح يظهر لك في
الدايناميك ايلاند او الجزيره الحيويه هنا نتيجه المباراه اللي انت مهتم فيها. طبعا راح يوفرونها المطورين، فاحتمال مثلا برامج متابعه الكوره احتمال انهم يستفيدون من هذه الميزه وبعدين يبدون يعرضونها لك على شاشه القفل او على الدايناميك ايلاند. من الاشياء ايضا اللي اضافوها في هذا الاصدار انه الان تقدر تحذف تطبيق الوالد، فلو تمرك بالضغط عليه تقدر تختار ازاله التطبيق، في السابق ما كان تقدر تحذفه، الان تقدر تحذفه. وايضا لو جينا دخلنا على الاعدادات وبعدين رحنا الى الاب ستور، فاضافوا حاجه جديده اسمها محتوى داخل التطبيق. فعلى سبيل المثال لو حملت لعبه واللعبه اذا حملتها تحمل اشياء من داخل اللعبه، فالان راح يحملها حتى لو ما تحت اللعبه، تقدر تفعل هذا الخيار او تقدر انك انت تقفله. في بعض التطبيقات انا رايي انك انت تفتحها لانه الاشياء اللي انت بيحملها التطبيق بعدها اكيد انك انت تحتاجها لو بتستخدم التطبيق. اخر ميزه اضافوها هي في التركيز، فلو جينا دخلنا على التركيز وبعدين ضغطنا على علامه الزائد فغيروا الصور اللي مرتبطه في انماط التركيز. فعلى سبيل المثال الانتباه الذهني الان غيروا الشكل هذا، غيروا ايضا كل مثلا القراءه القياده، فكل هذه الصور تم تغييرها وتحديثها. فهذه أهم 11 ميزة وإضافة جديدة في نظام الـ iOS 16.1 واللي راح ينزل أتوقع في منتصف أكتوبر. هذا اللي حبيت أوضحه اليوم، يعطيكم الف عافية ونشوفكم إن شاء الله مع فيديو قادم.